ما كنطلبش الفلوس، كنطلب شي حاجه، شي واحد يعاوني بشي خدمه اللي تكون مستقره ونكون قريبه لبنتي. انا كنقول لك با راه ما طلقت حتى لي، يعني صافي وصل فيا العظم كما كنقولوا. بنتي دابا في عمرها 4 سنين، كتقول ليها فين هو بابا، كتقول لك بابا خايب ما كيستوش فيه. كيرفضوا وكيقولوا هذيك كتحشم بينا كدير، لدرجه دابا خوتي ما كيهضروش معايا. ما كانوش عارفين دوك المعاناه اللي عانيت فيهم انا بداك داك الزواج، ما كانوش عارفين دوك المعاناه اللي عانيت فيهم انا بداك الزواج. السن ديالي 24 سنه، تزوجت على 19 عام بواحد السيد من تنغير. زوج بقيت عنده مدة 5 سنين، وكنت كنعاني في الزواج. العائلة ديالو كانت كتكرفس عليا، وعائلتي أنا ما كاين شي كيسول فيا. في 2019 جيت لأكادير وبقيت كنخدم عليه. ملي أنا ما بقيتش قادة، يعني ما بقاش داك الوضع عاجبني، وطلب طلاق وعائلتي رفضات. قال لي، يعني الأم ديالي توفات في 2018، والوالد ديالي قال لي إلا طلقتي يعني ما تبقي تعرفينا ما نعرفوك. صافي في 2021 في شهر 8 خديت الطلاق ديالي، وخديت الحكم ديال النفقة بنتي. واخا هكاك ما كيصرفش عليا، ودابا انا كنعاني مع بنتي، كنخليها المربية وكنخدم ب70 درهم وكارية ب500 درهم، وكنخلص الماء ونخلص الضو. واليوم كنتفاجئ بان الزوج ديالي، يعني الطليق ديالي، كيصيفط لي واحد البلاغ في الواتساب بانه انا صونيت عليه، وقلت لي راه البنت ديالنا توفات ومشى للمستشفى ديال الحسن الثاني في اكادير باش يستلم الجثه ديال البنت. وكيتفاجئ بان ديك الجثه ما كايناش، وهذا الشيء لا اساس له من الصحه. انا ما صونيتش عليه وما تواصلتش معاه، ودابا انا كنطلب منه باش يعطيني النفقه بنتي، حيت انا اللي ضريت في الطلاق هذا. عائلتي مقاطعاني، خوتي مقاطعيني، وكنعاني مع بنتي، وبزاف ديال الحوايج انا كنطلب منه من هذا المنبر هذا باش يعطيني النفقه بنتي. وبقى يسول في بنته، حتى هي بنتي دابا في عمرها 4 سنين، كتقول ليها فين هو بابا، كتقول لك بابا خايب ما كيسولش فيا. وكنتمنى من الخوت من المغاربه يعاونوني، ماشي ماديا، لا، كنتمنى من شي محسن انه يعاونني بشي خدمه. انا ما كنطلبش الفلوس وما كنطلبش الماديات، ما كرهتش انا شي خدمه اللي نتعاون بها على بنتي. كنخدم 70 درهم وما كتكفينيش، كاريه ب500 درهم. الحاله الاجتماعيه ديالي مضره بزاف. كنوض مع 5 الصباح، كندي بنتي للمربيه، كنخدم، كنجي كنجيبها مع هذا المربي. يعني بنتي ما اول حاجه ما كتقرا، ما حتى شي ما واخداش الحنان ديال الام، ما واخداش بزاف د الحوايج. وطلبت من بزاف ديال الناس باش يدخلوا ليا مع الوالد ديالي نخليه عندهم كنخلصهم، ما بغاش. ورغم داك الشيء هما ما كيعاونونيش، مي انا كندير شي حاجه باش نعاون راسي، وهما كيرفضوا وكيقولوا هذيك كتحشم بينا كدير، لدرجه دابا خوتي ما كيهضروش معايا، الوالد ديالي ما كيهضرش معايا. علاش؟ على ود انني انا طلقت، هما ما كانوش عارفين دوك المعاناه اللي عانيت فيهم انا بداك الزواج. لدرجه نهار توفات الام ديالي انا ما حضرتش ليها 3 ايام، وهما سادين عليا تدخلوا الناس عاد باش جيت انا نشوف خوتي في الموت ديال الوالده الله يرحمها. الطريقه ديال الزواج ديالي، انا تزوجت باش نهرب من المشاكل ديال الدار، تزوجت بالاراده ديالي، ولكن بغيت نهرب من واحد المشكل صدق طحت في مشاكل كبار. انا النداء ديالي للمغاربه، كنطلب من المحسنين يعاونوني، وكنعاود نقولها ماشي بالماديات. انا ما كنطلبش الفلوس، كنطلب شي حاجه، شي واحد يعاونني بشي خدمه اللي تكون مستقره ونكون قريبه لبنتي. هذا الشيء اللي كنطلب من المحسنين. انا الا درت ليه شي حاجه انا كنطلب منه السماحه من هذا المنبر هذا، كنقول يسمح لي بزاف، ولكن حتى هما راه ما ضروني بزاف في حياتي. انا كنقول لك با راه ما طلقت حتى لي، يعني صافي وصل فيا العظم كما كنقولوا. عاد
هذا باش انا طلقت. كان كيضربني وكان خوتو كيضربوني، يعني كانوا كيتكرفسوا عليا عائلته. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.